اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره الاستاذ كريم سعيد. النهارده هنتكلم ايضا عن المؤتمر الصحفي وهنتكلم عن بعض الجمل الفنيه اللي كانت في هذه المباراه. كريم مشرف ومنور، مبروك. الف مبروك للنادي الاهلي كابتن اسلام. طبعا فوز مهم جدا، واعتقد كنا نتمنى طبعا الهدف الثالث في الربع ساعه الاخيره، بس يعني الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله ناكد التاهل في الاياب باذن الله. طيب مؤتمر صحفي واضح جدا من الاثنين مديرين الفنيين. اخد تعليقك الاول على كلمات ريني فايلر وتصريحات موسيماني. طبعا فايلر رجل واقعي جدا، ومش عايز النهارده احنا نتباهى او نفرح بالفوز اكتر من اللازم. قال طبعا نتيجه كويسه جدا، وهو اشتغل كويس قوي زي ما اتكلمنا قبل المباراه ان هو عايز يطلع كلين شيت. واضح جدا من التشكيل النهارده، كان واضح ان فايلر لحد ما في بعض الحظر عن مباراه نادي الزمالك، لان هو كان اهم حاجه عنده انه يطلع كلين شيت النهارده ويحاول يوصل لمرمى سان داونز بهدفين او ثلاث اهداف، بحيث ان هو يخليهم هم اللي ياخدوا المبادره ويبداوا يبحثوا عن الانتصار في مباراه العوده. وبالتالي هو عايز يروح بريتوريا وهو لسه برضه في نفس التركيز وبنفس التركيز بتاع المباراه دي، وخلاص الفريق ان شاء الله هيسافر قبل المباراه بخمس ايام. يعني هيسافر بكره ان شاء الله. نعم. مع نفس على نفس الطياره اللي كويس. رجع فيها سان داونز. كويس. على الناحيه الثانيه طبعا بيتسو موسيماني مواصل بصراحه التصريحات الذكيه بتاعته، الحته بتاعته بيقول لك فايلر لو حط السي في بتاعه فوق الطاوله انا السي في بتاعي اتحط تحت الطاوله. راجل بصراحه مميز جدا، بس تحس كده كابتن اسلام الراجل برده عايز عقد هنا في مصر، فاهم قصدي؟ يعني عارف برده اللي شافه ميتشو مع نادي الزمالك. ميتشو كان مدير فني في اورلاندو، كان بياخد حوالي 20,000 دولار 25,000. لما جه هنا مصر طبعا الراتب الشهري بتاعه تريبل كمان، يعني ثلاث اضعاف. فطلع مع نادي الزمالك، فاعتقد برضه بيتسو موسيماني ربما يكون بيفكر الخطوه الجايه ليه ان هو يشتغل في مصر. ممكن؟ طبعا، او اعتقد هو متاح. انا حسب ما اعرف ان اعتقد عقده ده السنه دي الاخيره. لا ممكن اي من الانديه يفكر في موسيماني. يا خبر ابيض، ده واحد من افضل مديرين فنيين فعلا في افريقيا. طبعا مدير فني مميز جدا، ومع الفرقه دي من 2014، وهو اللي عمل بيرسي تاو، وهو اللي عمل خامابيليات، كل الاسامي الكبيره دي اللي احنا شفناها طالعه من سان داونز هو اللي عملها 2014. فاكيد مدير فني مميز، واي فريق اكيد يتمنى يكون معاه مدير فني زي بيتسو موسيماني. طيب اختلاف ما بين شوطي المباراه، الشوط الاول مختلف طبعا على الشوط الثاني. طبعا خلينا ناخدك سريعا، احنا قبل المباراه اتكلمنا ان سان داونز هيفكر بتفكير مختلف. بيتسو موسيماني مش هيضغط النادي الاهلي بطول الملعب زي ما كنا متعودين منه في مباريات بتاعت مثلا الموسم اللي فات، وهدي رقم بسيط جدا. فريق سان داونز احنا قلنا متوسط التمريرات بتاعته في مباريات بيعمل فوق ال 500 تمريره. النهارده سان داونز عمل 334 تمريره فقط قدام النادي الاهلي. بس هيقول لك ده خارج ملعبه. نعم، هتقول ده خارج، يعني لا ما هي تقول لك ده خارج ملعبه. لا احنا بنتكلم على تكتيك. النهارده الراجل استبدل موضوع الاستحواذ بنفس اللعبه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل المباراه، وهي الكرات الطوليه. النهارده سان داونز عمل كام كره طوليه؟ النهارده سان داونز عمل توتال اللونج باسز اللي عملها 62 كره طوليه من الامام للخلف. بنتكلم رقم كبير جدا بالنسبه لفريق بيبحث عن الاستحواذ، ونفس اللعبه اللي احنا اتكلمنا عليها ان هو افضل فريق في الاستحواذ. بالظبط. وبنتكلم على كابتن اسلام على فرقه عملت نفس الفكره بتاعت نحط الكوره عند المساك واقول للاثنين الوينجات اللي عنده خصوصا زواني ان هو يهرب من ورا دفاع النادي الاهلي عشان يكسر مصيده التسلل. دي اللعبه اعتقد ان نادي سان داونز حاول يعملها في الشوط الاول، ولحد ما اجادها في كورتين بس. بس الحمد لله ان هم ما توفقوش فيها، كانت واحده في اول طبعا 50 ثانيه كانت ممكن تعمل لنا ازمه. اروح بقى النقطه الثانيه، ليه السؤال بتاع حضرتك انت قلت تباين الاداء من النادي الاهلي عشان بيتسو موسيماني. بس معلش انا ممكن اقول حاجه. طبعا هو مش تباين، لانه انا بشوف ان حتى ان الشوط الاول النادي الاهلي ادى بشكل جيد طبعا، لكن الشوط الثاني ادى بشكل رائع افضل لفايلر، قدر يكسر الحته اللي عملها بيتسو موسيماني. موسيماني في الشوط الاول في شكله الدفاعي وقف 4-4-2، افضل طريقه تقف بيها في الدفاع بتاعك، بتقفل بيها كل مساحات الملعب، مفيش اي حته تخترق منها. وبالتالي عمل تركيه بسيطه جدا اعتقد كلنا كمشاهدين ومتابعين شفناها. اول ما الكوره كانت بتروح لاثنين لعيبه ديانج او عمرو السوليه كان بيحصل تركايه الكونتين والبريشر، يعني ايه؟ واحد يحلق وواحد يضغط. في لاعب من سان داونز بيضغط اللي هو المهاجم، بيحط اثنين مهاجمين بتوعه على خط واحد، ده بيضغط وبيجي له الوينج يحلق من وراه، فانت بالتالي بيبقى عندك ازمه كبيره في انك تلف بالكوره. وبالتالي ديانج وعمرو السوليه بقوا من اقل اللعيبه في استلام الكوره في المباراه دي. اكتر ثلاث لعيبه في النادي الاهلي استلموا الكوره خلال المباراه كلها مين؟ علي معلول واشا ايه واحمد فتحي. الثلاث لعيبه اللي على
الاطراف بنتكلم علي معلول 68 كوره، جونيور الجايي 53 كوره، احمد فتحي 47 كوره، وبالتالي النادي الاهلي اجبر انه يبني اللعب بتاعه من على الاطراف. طيب ده اجبرنا برضو الشوط الاول ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا كنا مجبرين نلعب على الكروسات، شفنا علي معلول كل الفكره بتاعته بيعمل 1 2 مع حتى لو من بعيد بالظبط كده، مع ان دي مش طريقه لعب عالي ولكن كان بيعملها على طول بالظبط. وبالتالي النادي الاهلي عمل رقم غريب جدا على تكتيك فايلر اللي هو 17 كروس في الشوط الاول بس. وبالتالي ده خلانا لحد ما بننهي هجماتنا بسرعه ومعتمدين مروان محسن يخطف واحده او كوره تروح لحسين شحات على الناحيه الثانيه يقدر يشوطها، فبالتالي اداء او هجوم النادي الاهلي كان كله متركز على الكرات العرضيه، وبالتالي ما هددناش مرمى اونيانجو بالشكل الامثل. فايلر بقى تدخل بين الشوطين وبدا يقول لجونيور اجايي وعلي معلول ما تلعبوش على الطرف، العبوا لجوه في العمق، خش على جوه، سيب بقى الطرف، مش عايزين الطرف ده. وبالتالي النادي الاهلي في بدايه الشوط الثاني كل الركض بتاع حسين الشحات وعلي معلول كان للداخل ما كانش للخارج، ونتج عنه الهدف الاول. بالتالي الهدف الاول النادي الاهلي ده تكتيك واضح جدا، تعليمات من ريني فايلر، ان طبيعي علي معلول الشوط الاول كان واخد الخط وما بيسيبوش. الشوط الثاني لما عمل ال 1 2 مع اجي، طبعا اجي حط الكوره بشكل طبعا بشكل مميز جدا جدا جدا، وحطها ما بين رجلين النسيمنتو المدافع سان داونز، ادى المساحه لعلي معلول انه يجيب هدف. فاحنا هنا بنتكلم يا كابتن اسلام على ازاي الرقم يورينا الشكل الذهني عند المدير الفني، ازاي تدخل ريني فايلر ما بين الشوطين عشان يغير من اداء النادي الاهلي، وشفنا كم الفرص في الشوط التالي كان كبير جدا عن الشوط الاول. اذا هناك تدخل واضح من المدير الفني طبعا لاختلاف طبعا. في ناس معلش حضرتك معايا، عارف ان في ناس على السوشيال ميديا من لا يشجع النادي الاهلي دايما بتتكلم على ان ما هو ده فريق سان داونز اللي انتم مش عارف ايه، وهو ده فريق سان داونز اللي انتم مش عارف ايه، ولكن هنا اعتقد ان الكلام اللي بيقول اللي حضرتك بتقوله والارقام يعني بينفي كل هذه الامور. اكيد طبعا، خليني برضو اديك رقم مميز جدا، الطريقه اللي عملها بيتسو موسيماني اكيد بتجبره ان هو يبعد عن كيكانا. كيكانا اكيد طبعا كلاعب احنا اتكلمنا عليه رقم 8 اللي هو كان المفروض اعتقد في وجهه نظري يعني كان المفروض يتطرد في ركله الجزاء بتاعه بادجي، لان خلاص الراجل رايح مواجه للمرمى وكان لازم يطرده، كان هيفرق معانا كتير الراجل يعني تغاضى عن الطرد. وفي كل الاحوال كيكانا احنا بنتكلم على لعيب في ماتش السنه اللي فاتت، حضرتك تفتكر انا قلت الرقم ده قبل المباراه، استلم الكوره قدام النادي الاهلي 79 مره. النهارده كيكانا في الاداء اللي احنا شفناه ده استلم الكره كام مره في نص الملعب؟ استلمها 20 مره. فبنتكلم النهارده التلت ده بسبب ايه؟ بسبب ان الفكره بتاعه موتسيماني مش معتمده على قلب، مش معتمده على العمق، هو مش عايز يهاجم العمق خالص. هو سايبه وطبعا هو عارف كويس قوي ان النهارده السنه دي فيها واحد في الاهلي اسمه اليو ديانج. اليو ديانج احنا بنتكلم على واحد من افضل اللي بيقطعوا الكوره في نص الملعب، وبيقدر يقفل لك منطقه نص الملعب طبعا بمساعده عمرو السوليه، ولكن في الحته دي نهدي طبعا اليو ديانج 9 من 10، هدي رقم اكبر من عمرو السوليه، لان اليو ديانج الورك ريت عنده بصراحه مميز وبيمنعك افضل اللاعبين في افريقيا بالزبط. يعني في خلال ست سبع مباريات الاخيره بالظبط. لكن فسان داون طبعا فرقه محترمه جدا، لكن النهارده بنتكلم في ماتش شطرنج، النهارده ازاي كل واحد ما بيحاولش النهارده يكسب اهداف؟ لا، انت كان عندك فتره بتحاول تكسب بالنقط، وفايلر فعلا فضل صابر جدا جدا لغايه الشوط الثاني، لغايه لما عدل الشكل عند لعيبه النادي الاهلي. احنا كنا بنتكلم على اخطرك منين، هي بس هي الفكره اخطرك منين، المشكله ما بنقولش ان الاهلي كان شكله او شكله وحش قدامك، انما انت بتلاعب فريق كبير عارف ازاي يقفل، عارف ازاي يضغط. وبصراحه بيتسو موسيماني فعلا الشوط الاول اجاد في اختياره للزون ديفنس وطريقه ال 4 4 2 في الدفاع. مركز راس حربه اصبح راس حربه اللي هو اللي الثابت اللي هو راس حربه التارجت او يعني اللي انت بتلعب عليه مروان اصبح اللي هو مروان، يعني لو في شكل مروان بيبقى صعب جدا عليه، لكن الراس حربه لما نزل بادجي شفنا بادجي جاي من تحت، شفنا بادجي بينزل لتحت وبياخد بيقف على الكوره وبيلف وبيرقص وبيودي يمين وبيودي شمال زيه زي لو ما اعرفش هل ده من الجائز ان انا اقوله لا، زيه زي اجاي لما بيلعب في هذا المكان. ده صحيح، بس بصراحه احقاقا للحق مروان محسن الشوط الاول عمل رائع. لا لا عمل انا لا انكر ما يفعله مروان محسن، ولكن انا بتكلم على ان اختلاف الاداء ما بين راس حربه وراس حربه. بادجي استفاد من مروان محسن بصراحه، قدر انه يتعب يهلك
الاثنين مساكين بشكل مميز جدا جدا. وخلينا برضه اديك رقم مميز قوي بصراحه لمروان في الشوط الاول، انه استلم الكوره في التلت الاخير في ملعب سان داونز 22 مره في الشوط الاول، وده رقم كبير جدا. رقم كبير جدا، وبصراحه نتج عنه النادي الاهلي برضه لحد ما تعب الاثنين المساكين عشان يخلي اليو بادجي لما ينزل بيلعب على اثنين بطاء، اثنين تعبانين. وحتى علي معلول برضه يا كابتن اسلام استفاد من الارهاق والتعب ده في السبرنت اللي فتحه. تخيل علي معلول سبق كل، هيجيب واحده ثانيه برضه. نعم، علي معلول سبق كل لعيبه سان داونز في الهدف الاول بشكل مميز جدا. ده بسبب ايه؟ بسبب الارهاق اللي عمله مروان محسن في الشوط الاول. ثنائيه احمد فتحي وحسين الشحات ومعلول واليو ديانج شفتها ازاي؟ انا في احمد فتحي، طبعا احمد فتحي احنا قلنا ان اختيار احمد فتحي طبعا عشان جانب الخبره، لكن سيرينو بصراحه قدر في العشر دقائق الاولى انه يفتح سبرنتين مع احمد فتحي كان فيهم جزء خطر جدا على النادي الاهلي، وبالتالي كان لازم 10 دقائق من عمر المباراه في الاول 10 دقائق سبرنتين خدهم من احمد فتحي بصراحه، وقدر فرق سرعه كان واضح جدا في الشاشه قدامنا، عشان كده الخبره فرقت طبعا. احمد فتحي بدا ياخر نفسه وبدا حسين يرجع، دي نقطه مهمه دي اللي كنت بتكلم عليها، ان احنا مثلا ما نصدمش محمد هاني في ماتش السنه اللي فاتت، لانك بتنتظر الدور الدفاعي للوينجر اللي قدامك. حسين لما بيعمل الدور ده احمد فتحي بيقدر ان هو مش هخش معاك في سباق السرعه، انا مش هكسبه، هظبطها انا بقى بخبرتي بالظبط. دايما هحاول اخليك تجري، واول ما تيجي جنبي ابدا اديك كتفي عشان احول سباق السرعه لسباق قوه. تمام. على الجانب الاخر ثنائيه معلول و طبعا نجوم المباراه واجي، طبعا علي معلول واجي هم نجمين المباراه بالفعل. تخيل يا كابتن اسلام اكتر اثنين باصوا الكوره لبعض علي معلول واجي، ده بسبب ايه؟ بسبب الشوط الاول. الشوط الاول كان كل اعتماد النادي الاهلي على الهجوم من الجبهه اليمنى لسان داونز، وطبعا اكيد علي معلول واجي عملوا كميه وان توهات، وبخلاف طبعا جزء في الشوط الثاني، بس الشوط الاول طبعا كان اكتر. بس اكيد الثنائيه دي كانت هي الثنائيه الافضل في المباراه، وبصراحه نجحوا في ان هم يقودوا النادي الاهلي للانتصار. ثنائيه ما حدش بيتكلم عنها كتير، ولكنها اعادت الشكل الرائع الدفاعي الرائع للنادي الاهلي اللي هو محمود متولي وياسر ابراهيم. اعتقد ياسر ابراهيم النهارده يعني افضل مباراه له مع النادي الاهلي بصراحه، قدر فعلا ان هو يعوض الجزء اللي كان ممكن ناخده من رامي ربيعه. احنا قلنا ان فايلر كل اللي كان بيفكر فيه ازاي يقابل او يواجه سرعات لعيبه نادي سان داونز، وياسر اعتقد في كرات كتيره قدر ان هو يتدخل في التوقيت المناسب من بدون ما يعمل اي فاول وبدون ما يحصل على انذار. حتى محمود متولي الانذار خدهم وقت برضه جدا طبعا. طبعا انك انت اكيد في خلال 70 دقيقه باقيه لسه ممكن تبقى معرض لاي تدخل ثنائي يجبرك انك تاخد انذار تاني، بس محمود متولي برضه عنده بصراحه ميزه مهمه قوي قوي قوي، من افضل المساكين في الاهلي، بيطلعوا الكوره باص حلو يعني الباص بتاعه فعلا تخليه يعني اقرب للاعب خط الوسط اكتر منه مساك، واعتقد الثنائيه اثبتت نجاحها برضو النهارده. التدخلات اللي عملها ريني فايلر في الشوط الثاني توقيت رائع وتدخلات جيده جدا، خصوصا توقيت نزول وليد سليمان. ونزول وليد سليمان طبعا هو نزول خطر جدا يكون على الطرف، ليه؟ احنا عارفين وليد سليمان لحد ما وجوده في العمق بيبقى افضل من وجوده على الطرف، انك في الطرف بتضطر ان انت ترجع عشان تامن مع الباك وراك، وبالتالي نزول وليد في الدقيقه 60 حمى النادي الاهلي من هو يديله 45 دقيقه، فربما يحس بالاجهاد وده يدي افضليه اكيد طبعا لباكمان. يعني باكمان كان عندنا في النادي الاهلي ولعيب سريع جدا، واكيد بيتسو موسيماني نزله كبديل، فالحمد لله ان وليد برده قدر ينزل فيه نص ساعه وبدا يستحوذ على الكوره بشكل جيد جدا. وبرده التغيير اللي وراها لما نزل احمد الشيخ كان واضح جدا ان هو مش عايز يجهد وليد على الطرف اكتر من كده، دخله في العمق وساب الطرف لاحمد الشيخ. طيب النهارده اليو ديانج وكره تجيله يشوط، متولي جاي من ورا يشوط، طبعا مجدي قفشه جاي يشوط، ثلاث اربع كرات جت له بيشوط، نعم عمرو السوليه بيشوط، كل تقريبا لاعبي الفريق بيشوطوا، هل دي تعليمات ولا هو شايف ان هو يقدر يشوط؟ مليون في المية تعليمات. بسبب مين؟ بسبب اونيانجو. اونيانجو حارس طبعا، في حارس اوغندا مخضرم جدا وكل حاجه مميزه فيه، لكن اكيد عنده عيب واحد، عامل السن ما بيخش يعمل ستريتشنج كتير، ما يقدرش ينط على الكرات كتير، فكميه التسديدات الكتيره اللي ممكن تيجي عليه هتجهده، وبالتالي لو الكوره مثلا راحت في المقص صعب جدا بصراحه. حتى اونيانجو واحنا شفناه النهارده كان زايد شويه في الوزن، واضح جدا على جسمه، وبالتالي التسديدات الكتيره على حارس زايد في الوزن شويه وكمان كبير في السن اكيد في واحده او اتنين ممكن يغلطوه، بس احنا الفكره كنا بنسدد معتمدين على القوه
اكتر ما احنا كنا معتمدين على المهاره. لما جه قفشه بصراحه يعتمد على المهاره، شاطها ضعيفه قوي، شاطها ضعيفه جدا جدا، مع ان الكره دي هو لو كان فكر فعلا يشوطها بكامل قوته من المسافه القريبه دي اعتقد كانت ممكن تسجل هدف. اخيرا ثنائيه عمرو السوليه واليو ديانج، طبعا هي واحده من افضل الثنائيات في النادي الاهلي في الوقت الحالي، واكيد طبعا شفنا ان وجود اليو ديانج وبيديله نفس الفكره اللي كان بيعملها حمدي فتحي، ان انا اللي بجري كتير، انا اللي بغطي كتير وراك وبامنك، بيسيب عمرو السوليه عنده جزء من دور البلاي ميكر اللي بيعمله مع مجدي قفشه. اكيد النهارده ربما ما تكونش باينت بالشكل الامثل، لان برضه بصراحه كابتن اسلام خط وسط نادي سان داونز كلهم بيجروا الفرقه كلها، حتى كي كان الكبير في السن بصراحه مجهود كبير جدا، وبعدين لا ما بيتفش الكره، بيقف على الكره ويلعبها، كلهم لعيبه الكره يا اسلام كابتن اسلام بصراحه، ده المساكين بيطلعوا الكره رجل في رجل. نتكلم بصراحه على مباراه اكيد كان فيها شد في الشوط الاول والعامل النفسي اكيد، وبرضه تاني الفلاش باك بتاع الخمسة صفر اكيد كان مقصر، بس الحمد لله اعتقد ان كل اللعيبه النهارده اجادت، وباذن الله باذن الله نبارك للنادي الاهلي الاسبوع الجاي للتاهل للسيمي فاينال. اخيرا لو حطيت عنوان لهذه المباراه، فايلر ينجح لقياده الاهلي للهدفين اللي هو عايزه من المباراه. انا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا لك يا كابتن اسلام، ودايما متالق.